بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى الأليمة، عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. المشاهدون الكرام لقناة مأتم المرخ، ندعوكم اليوم لمتابعتنا في برنامج مساحة فكر ضمن البث المطول لقناة مأتم المرخ. روي عن الإمام السجاد عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: وإن للقائم منا غيبتين، إحداهما أطول من الأخرى، فلا يثبت على إمامته إلا من قوي يقينه وصحت معرفته. تعتبر مسألة الغيبة للإمام الثاني عشر من أهل البيت عليهم السلام من العقائد الشيعية المسلمة. وأمام انقطاع السفراء الأربعة النواب الخاصين للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وحرص الروايات على تكذيب أي مدع لها بعد الغيبة الصغرى، انبرى فقهاء المذهب وأئمته إلى أمور الفتية والمرجعية حتى لا يكون الشيعة في ضياع من أمرهم، وقد التف الناس حولهم تنفيذا للتوقيع الصادر من الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة. وقد تطورت مسألة المرجعية الدينية والقضايا المتعلقة بها عبر القرون الماضية، وشهدت تحولات عديدة على مختلف المستويات العلمية والفكرية والسياسية والاجتماعية، حيث رافقت هذه التحولات الكثير من الإشكالات والأسئلة المثارة من قبل أعداء المرجعية من خارج البيت الشيعي ومن داخل البيت الشيعي ومنتسبي أهل البيت عليهم السلام. حول هذه الإشكالات والأسئلة عنوان حلقتنا لهذا اليوم: المرجعية الدينية حصن الدين. تحمل المرجعية الدينية في الوجود الشيعي رمزية خاصة لدى أتباع المذهب الإمامي، وذلك ناشئ من اعتبارات عديدة أعطت المتصدين لهذا المقام قداسة في نفوس التابعين لها. فالكلمات الماثورة عن أهل البيت والتي تحث أتباعهم على ضرورة الارتباط بالفقهاء كثيرة، والدور الذي تطلع به في تمثيل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في عصر الغيبة، والدور الحضاري في قبال السياسات الظالمة ومقاومتها، والالتزام على الخط الفقهي لأهل البيت عليهم السلام، والزهد والتقوى المنقطع النظير عن كل مغريات الدنيا، أسهم في تعزيز ثقة الجماهير واتباعها التعليمات الصادرة من المرجعية الدينية. كما أن هذه الاعتبارات جعلت للمرجعية الدينية ثقلا في البعد السياسي والحركي والاجتماعي والثقافي والعلمي. لقد نشطت المرجعية الدينية خلال قرون طوال في شتى الميادين، مدعومة بثقة جماهيرية ليست وليدة اللحظة. كما لم يكن أمر المحافظة عليها يسيرا، فمحاولات تشتيت الجماهير عن المرجعية الدينية حملت أطوارا مختلفة عبر أساليب متنوعة من داخل البيت الشيعي وخارجه، سواء باستخدام القوة المفرطة أو عن طريق الغزو الثقافي. الموقع القيادي والتوجيهي للمرجعية الدينية في المجتمع حمل معه موجة من الإشكالات والتساؤلات التي أجيب عنها سابقا ولا زالت تتجدد، حول ملاكات تقديم مرجعية على أخرى فيما يتعلق بموضوع الأعلامية، خصوصا مع اختلاف المناهج العلمية للفقهاء مع الباب المفتوح للاجتهاد وأسباب اختزال الفهم الديني وتقديم المعرفة الدينية عند المرجعية، وعن سبب وجود مرجعيات تتفاوت طريقة تعاطيها مع القضايا التي تمس مصالح الناس عن مرجعيات أخرى. يرى أصحاب هذه الإشكالية أنهم أقرب وأوضح في التعامل مع هموم المجتمع وقضاياه. المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مجددا.
استمعنا وشاهدنا تقرير عن دور المرجعية الدينية، ونكون الآن معكم مع سماحة الشيخ محمد باقر الشيخ. سماحة الشيخ، سلام عليكم وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى الإمام الحسين عليه السلام، وننطلق معكم في برنامجنا لهذا اليوم في محوره الأول، ضرورة وجود مقام المرجعية. سماحة الشيخ، ما هي ضرورة وجود المرجعية الدينية مع وجود القرآن والسنة ميسرة الذكر والتدبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. أرحب بكم أولا وبالمشاهدين الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرنا في ذكرى استشهاد إمامنا الحسين عليه السلام. للإجابة على سؤال ضرورة المرجعية، نحتاج أن نبين أمرين كبداية. الأمر الأول أن الشريعة لا إشكال بأنها لازلنا مطالبين بالتكاليف الواردة فيها، فهناك تكاليف يجب على المكلفين امتثالها، هذا أمر لا إشكال فيه. الأمر الثاني أن هناك طريقة معينة خصها الشارع للوصول إلى أحكامه، وهي كما تعبر الآية الكريمة في قوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. الآية تقسم الناس إلى قسمين، إما أنه مأذون في أن يتكلم في الأمور الدينية، وإما أنه مفتر، فهناك شقان لا ثالث لهما بحسب تقسيم الآية. فلا بد أن نأتي إلى هذا القسم الأول، وهو قسم من أذن لهم بالكلام في الأحكام الدينية، من أذن الله لهم في الكلام. ما هو المحتوى الذي يؤذن للإنسان أن يتكلم فيه؟ بطبيعة الحال الفترة بيننا وبين الرسالة السماوية، الرسالة الخاتمة، فترة طويلة. نحتاج أولا إلى إثبات أن التكليف الذي نريد أن نمتثله الآن قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله، أو صدر من الإمام الصادق عليه السلام، من الإمام الباقر، من أحد الأئمة. فأول خطوة نحتاجها لإثبات التكاليف إثبات الاتصال والواسطة بيننا وبين من صدر منه الكلام، وهذا ما يسمى بإثبات الصدور. الخطوة الثانية أن نفهم ونعي ماذا قال الإمام، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله. بعد أن نثبت أنه صدر منه الكلام، ما هو المفهوم من كلامه، وهذا ما يسمى بإثبات الظهور. الخطوة الثالثة، إذا فهمنا الكلام، هل الإمام قاله بشكل مطلق، أم أنه يريده في حصة خاصة في زمن خاص؟ هل الإمام قاله إلى عموم الناس، أم أنه إلى شخص معين يريد منه أن يمتثل على نحو التقية مثلا؟ تحديد هذا العنصر أيضا دخيل في اكتشاف التكليف الذي أمرنا به، وهو ما يسمى بإثبات جهة الصدور. فهناك ثلاثة أسئلة في الحقيقة: السؤال الأول، هل صدر أم لا؟ السؤال الثاني، ما هو معنى الذي صدر؟ السؤال الثالث، لماذا صدر؟ إذا أجبنا على هذه الأسئلة الثلاثة أمكننا أن نكتشف ما هو التكليف. هذه الأسئلة الثلاثة بطبيعة الحال كل واحد منها يحتاج إلى علوم تخصصية. فالسؤال الأول، هل صدر أم لا؟ يحتاج إلى طرق إلى إثبات صدور كلام قبل أكثر من 1000 سنة. نحتاج إلى طريق يتكفله مثلا علم الرجال والحديث والدراية وما شابه ذلك. الخطوة الثانية، ما هو معنى الكلام الذي صدر؟ أيضا نحتاج إلى علوم لاكتشاف هذا الأمر، مثل علوم اللغة العربية، البلاغة والنحو، علم أصول الفقه،
الذي يحدد لنا ما هو المراد للمتكلم، أيضا علوم تخصصية. السؤال الثالث، لماذا صدر؟ هذا أيضا بحاجة إلى مقدمات وعلوم توصل إليه، بحاجة إلى أن يطلع الإنسان الباحث على كلمات الفقهاء مثلا القدامى، كيف تلقوا النص، يحتاج أن يبحث عن الرأي الذي كان سائدا في عصر المعصوم إلى المدارس المقابلة، لكي يعرف هل الإمام كان في مواجهة معهم أم أنه كان في مقام بيان حكم شرعي. فإذا هذه الأسئلة الثلاثة تحتاج إلى تخصص، تحتاج إلى متخصص يبحثها لكي يوصلنا إلى الحكم الشرعي. فضرورة المرجعية تكمن هنا، تكمن في أن الضرورة قائمة على وجود أشخاص يوصلوننا إلى الأحكام الشرعية. هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى أن يكونوا متخصصين في هذه الأنحاء الثلاثة لكي يوصلوا لنا الحكم الشرعي الذي صدر قبل هذه السنين. نعم. ولكن سماحة الشيخ، هنا الإشكالية قد يطرحها البعض، نحن عرب ونفهم اللغة العربية، فلماذا نحتاج لمثل هذه المرجعية حتى تفهمنا ما نفهمه أصلا يعني؟ هذا السؤال أيضا ينطبق مثلا على المعلقات السبع أو العشر. المعلقات السبع أو العشر قيلت بكلمات عربية، إلا أنه من الواضح أن من يقرأ هذه المعلقات بحاجة إلى أن تشرح له هذه الكلمات، هذا من جهة. فإذا الكلمات لبعدنا الزماني عنها وكون اللغة بتعبيرهم كائنا حيا يتطور، نحتاج إلى إثبات أن ما نفهمه اليوم هو عين ما كان يفهمه السابقون، وهذه مسألة تحتاج إلى متخصص يبط الأمر فيها. هل ما نفهمه اليوم هو ما كان يفهمه السابقون أم أنه يختلف؟ الجهة الثانية، أن كلام الأئمة عليهم السلام فيه مطلق وفيه مقيد. كلام الأئمة فيه ما هو صادر على نحو التقية وما هو صادر على نحو التشريع، فيه ما هو صادر على نحو التشريع المولوي وفيه ما هو صادر على نحو التشريع الإرشادي. هناك أقسام متعددة لكلمات الأئمة، لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بأن الفقيه حق الفقيه من عرف معارض كلامنا. لديهم طريقة خاصة، طريقة خاصة بحيث أن الإمام الصادق عليه السلام مثلا يأتي بحكم مطلق، الإمام الجواد يأتي بحكم مقيد لذلك الحكم المطلق. فهو بحاجة إلى اطلاع واسع على كيفية تعامل الأئمة عليهم السلام في مقام التشريع، وهذه هي النقطة التي توجب الخلاف بين العرب. يعني هناك عربي يفهم الكلام وهناك عربي يعرف لماذا صدر هذا الكلام. هنا نقطة الفقاهة، لماذا صدر هذا الكلام. نعم سماحة الشيخ، هل التكوين المرجعي للمرجعية الشيعية هو مرتبط بعصر الغيبة الكبرى أم أن هناك أساس تاريخي وامتداد تاريخي لظاهرة المرجعية منذ زمن المعصومين عليهم السلام؟ طبعا هناك شواهد كثيرة تشير إلى أن واقع المرجعية كان موجودا. يعني هناك فرق بين مصطلح المرجعية، مصطلح المرجعية مصطلح متأخر، لكن واقع المرجعية يعني واقع وجود أناس يستطيعون فهم كلام المعصوم واستخراج الحكم الشرعي منه كان موجودا، وتوجد شواهد عديدة منه. من تلك الشواهد، وهذا الشاهد ينفعنا في جواب السؤال السابق بأنه عربي ولكن يحتاج إلى متخصص، توجد شواهد متعددة أن هناك بعض الرواة يسمعون من الإمام الرواية ولكنهم يذهبون إلى أمثال زرارة، إلى أمثال محمد بن مسلم الذين كانوا من الفقهاء المعروفين، فيسألونهم فيقول لهم مثلا زرارة كما في بعض الروايات إن الإمام اتقاك في هذه الرواية، أو الإمام
أعطاك من جراب النورة، وكان مصطلحا متداولا لديهم. إذا كان الإمام يتقي في الحديث مع شخصين فيصطلح عليه بين الفقهاء بأنه أعطاك من جراب النورة. فكان هناك فئة معروفة بالفقاهة والقدرة على تمييز كلمات الأئمة عليهم السلام. ومن تلك الروايات أيضا توجد رواية كشاهد مهم على هذا الأمر، وهي رواية علي بن المسيب أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، ولكنه كان يسكن في قم بعيدا عن خراسان. فيقول للإمام عليه السلام: شقتي بعيدة، يعني سفري بعيد، ولا أستطيع أن أصل إليك، فممن آخذ معالم ديني، يعني إلى من أرجع؟ فقال له الإمام عليه السلام بحسب هذه الرواية، وهي رواية معتبرة: من زكريا بن آدم، فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا. هذه الرواية لاحظوا نستفيد منها عدة أمور. الأمر الأول أن هناك ارتكازا عند هذا السائل وهو علي بن المسيب أنه لابد من وجود واسطة بينه وبين الإمام، أو أنه يصل إلى الإمام مباشرة، يحتاج إلى شخصية من خلالها يأخذ معالم الدين. هذه ضرورة المرجعية. اثنين، مما نستفيده من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام ما قال له روح إلى القرآن، ما قال له عندك القرآن، عندك الكتب، مع أن الكتب كانت متوفرة في تلك الفترة. قال له: ارجع إلى زكريا بن آدم، هذا الشخص تستطيع أن تأخذ منه معالم دينك. الأمر الثالث الذي نستفيده من هذه الرواية، وهو يبين أيضا ضرورة التخصص في العلوم الشرعية، لفظ المأمون على الدين. هذا المأمون على الدين هو الفقيه. كيف يكون مأمونا على الدين؟ لأنه هو الذي يستطيع أن يوصلك إلى الدين. المأمون على الدين الذي يستطيع أن يوصلك إلى الدين بطريقة آمنة، بطريقة تكون معذورا فيها لو حاسبك الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، تكون معذورا لأنك سلكت طريقا آمنا. الإمام يعبر عن زكريا بن آدم رحمة الله عليه بأنه مأمون على الدين والدنيا، وهذه هي صفة الفقيه، بأنه مأمون على هاتين الجهتين. سماحة الشيخ، لدينا روايات تذم التقليد، فكيف نجمع بين التقليد وبين هذه الروايات؟ طبعا هذه الروايات التي تذم التقليد، أو هناك روايات أيضا تذم فقهاء آخر الزمان، هذه الروايات التي تذم فقهاء آخر الزمان إذا راجعناها فإن أكثرها روايات ضعيفة الإسناد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، هذه الروايات وردت فيها ألفاظ تشير إلى أن المقصود من الفقهاء هم فقهاء السوء، الفقهاء الذين لا يتخذون طريقة محمد وآله صلوات الله عليهم في الاستدلال على الأحكام الشرعية. فهناك فرق بين الفقهاء الذين تعبر عنهم الروايات بأنهم أمناء الرحمن على الدين، أو التعبير الذي ذكرناه في الرواية أنه المأمون على الدين والدنيا، وقسم آخر من الفقهاء لا يؤمن على الدين والدنيا. الروايات إذا راجعناها كلها تصب في هذا المنحى، روايات الذم تصب في ذم العلماء الذين لا يؤمنون على الدين، أو لا يؤمنون على دنيا الإنسان. هنا سماحة الشيخ، يعني في زمن المعصوم كان المعصوم يقول ارجعوا إلى فلان وارجعوا إلى فلان، بالتالي هذا إنسان مأمون باعتبارنا المعصوم نص عليه. في زمن غير معصوم الآن لا يوجد معصوم، فما هي محددات الرجوع إلى الصالح من المرجعية وغير الصالح مثل ما دمت فيه الروايات؟ توجد روايات عامة لدينا، يعني يوجد إرجاع خاص إلى بعض الفقهاء، وهذا متعين في زمن المعصوم فقط. وتوجد روايات عامة: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، عارفا بكلامنا مثلا،
هذه الروايات إذا جمعناها نعرف ما هي الصفات التي ينبغي أن نتخذها في شخص ونجعله واسطة بيننا وبين الوصول إلى الحكم الشرعي. فهناك جعل خاص وهناك جعل عام. المتوفر لدينا الآن في عصر الغيبة الكبرى هو الإرجاع إلى عنوان عام. هذا العنوان العام تشترط فيه شروط معينة، معرفته بكلام أهل البيت عليهم السلام، صونه إلى دينه، صونه لنفسه. هذه الأمور إذا اجتمعت يكون لدينا من نسميه بالمرجع الديني. فإذا يوجد جعل أيضا حتى في زمن غيبة المعصوم، لكنه جعل عام. نعم سماحة الشيخ، قبل الانتقال إلى المحور الثاني سنكون في اتصال هاتفي مع سماحة السيد محي الدين المشعل. سماحة السيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة السيد، في دقائق معدودة، أليس في انفراد مرجع ما بالمرجعية مهما كان عادلا وثقة وثبتا متدينا، خطر أن يتفرد بالقرارات ويذهب الموضوع إلى ما نسميه بتكون هناك ديكتاتورية؟ بداية أرحب بأخي وعزيزي الشيخ محمد باقر الشيخ حفظه الله، وأتقدم بتعظيم الأجر لكم جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على خط الحسين إن شاء الله. في الحقيقة هذا السؤال يمكن أن نجيب عنه بجوابين، الجواب العملي والجواب النظري. الجواب العملي هو واضح بأنه تأريخ المرجعية بشكل عام تأريخ نزاهة وتأريخ استقامة، وذلك لأن الروايات كما تفضل أخي العزيز الشيخ باقر أكدت على مجموعة من الخصائص والصفات التي منها صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا أو مخالفا على هواه، في رواية مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه. هذه مجموعة من الخصوصيات لا تتوفر إلا في رجال معدودين، رجال مخصوصين، وهم الذين يبلغون إلى مستوى المرجعية. ولذلك أنت تجد بأن الانتخاب، يعني الانتخاب الإلهي، هي قضية اصطفاء إلهي مرتبطة بأمور غيبية، يعني نحن قد نشخص بعضها وقد لا نعلم ببعضها الآخر. يعني نقرأ في دعاء الندبة على سبيل المثال: اللهم لك الحمد في أولياء، اللهم لك الحمد على ما جرى في قضاءك في أوليائك الذين اصطفيتهم أو اخترتهم لنفسك ودينك، وشرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك. فلذلك هناك يعني بعد عقائدي في مسألة ولاية الفقيه وولاية المرجع بشكل عام. هذا البعد العقائدي أنها امتداد لولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يعني التاريخ، أقول هذا شاهد تاريخي، حينما ندرس حيوات مراجعنا لا نجد أن هناك انحرافا عن التكليف الإلهي. هذا من جهة. من جهة أخرى البعد النظري الذي دلت عليه الروايات في ويعني هذه الروايات تجعل هذا الإنسان بمثابة المعصوم كما قلت عصمة تشريعية. وأيضا شاهد عملي عندنا، هؤلاء الفقهاء الذين كانوا على رأس دولة، الآن الولي الفقيه الذي هو على رأس دولة أكثر الدول التي فيها انتخابات بسياقات متعددة ومختلفة، هذه الدولة التي على رأسها الولي الفقيه الذي يخشى أن يتفرد بالسلطة ويكون دكتاتوريا. أتصور هذا الجواب بهذا المقدار يمكن أن يشبع
سؤالكم الشريف. سماحة الشيخ، هل هناك أدوار للمرجعية الدينية في دفع عجلة التنمية الإنسانية، أم يقتصر عملهم على الجانب الديني والفتيا فقط؟ سماحة السيد. هذا السؤال. نعم نعم سماحة السيد. نعم لكم السؤال. تقول سماحة الشيخ، لا بس بعرض السؤال السيد. سماحة السيد، هل هناك أدوار للمرجعية الدينية في دفع عجلة التنمية الإنسانية ككل، أم يقتصر دورهم على الفتيا والجوانب الدينية فقط؟ هذا أيضا رهين بأن نقرأ تاريخ المرجعية، ولعل يعني التاريخ المعاصر أيضا فيه شواهد ليست بالقليلة. يعني هناك من رعى عينات إنسانية كبيرة جدا على مستوى اليتامى وعلى مستوى الأرامل، وشيد مؤسسات كثيرة جدا ترعى هذا النش، وأنتج منه طاقات هائلة في تنمية المجتمع. في واقعنا المعاصر مثلا نرى أن السيد السيستاني حفظه الله بفتوى الجهاد الكفائي أنه أنقذ المنطقة بأكملها، ليس فقط العراق، وإنما أنقذ المنطقة بأكملها من عدو بارز وعدو فتاك حاقد يريد أن يدمر الإنسانية. في فتوى التنباك المعروفة أيضا التي كانت مقاومة للاستعمار، وفي كذلك فتاوى ثورة 20 أيضا كانت مواجهات للاستعمار، فتاوى ومواقف الفقهاء والمراجع على مستوى فلسطين والقدس ودعمها وإعادتها بكل أنواع الدعم، وهذه كلها تكون كاشفة. الآن في العراق مجموعة هائلة من المستشفيات التي خصصت ميدانيا لعلاج الكورونا وهذه الأمراض الطارئة، كلها من خلال المرجعية وأفقها ومشاريعها. إجمالا يعني أقول بأنه هذا يحتاج إلى أن نقرأ ماذا قدمت المرجعية، وهناك مجموعة كتابات في ذلك يمكن للإخوة المشاهدين أن يراجعونها. سماحة السيد، ألا تعتقد أن المطلوب من المرجعية أو ما يطالب الناس المرجعية به الدور أكبر من مما ذكرت؟ طبيعي جدا، يعني المطالبة دائما تكون إلى الأمثل، ربما يعني قد تكون المطالبة أحيانا مطالبة مثالية، ولكن بالنتيجة المرجع قدم أمورا أيضا يقصر الكثير من الناس عن تقديمها، بل كثير من الدول. يعني نحن الآن في العراق على سبيل المثال، ما تقدمه المرجعية لا تستطيع الدولة على رغم مؤسساتها وإمكانياتها أن تقدمه، فلذلك قد تكون كما تتفضلون أن هناك يعني آمال وتطلعات، ولكن هذا أيضا مرهون بالإمكانيات ومرهون بالواقع وملابساته. كل ذلك يمكن أن يناقش بحسب ظروفه وبحسب إشكالياته وملابساته. سماحة السيد، شاكرين لكم تواجدكم معنا في هذه الدقائق وإثرائكم إلى برنامجنا، وعظم الله أجوركم وأجورنا، وثبتنا الله وإياكم على خط الحسين عليه السلام. المشاهدين، الله يحفظكم إن شاء الله ويعظم أجوركم ويسدد خطاكم. المشاهدون الكرام، نكون في فاصل قصير قبل أن نعود للمحور الثاني من البرنامج. تتوق إليها الأنفس وتشرئب إليها الأعناق، الربط هو الأساسي.
جيلا بعد جيل ومحرما بعد محرم، تتجدد سنويا في مختلف مناطق البحرين. نزلنا أول دعوة للمرسم الحسيني، صيغت باسم الملهم العطشان وشيدت في كل مكان وزمان. الحضور كان مكتظ وكبير شعبي. اليوم وعبر قناة مأتم المرخ نستعرض بعض ملامحها. الفعاليات العاشورائية في البحرين في برنامج كربلاء البحرين، وثائقي الفعاليات المركزية في عشرة محرم الحرام في البحرين، ووفروا مساحة للإبداع. تشاهدونه على قناة مأتم المارخ في الأوقات التالية. مشاهدونا الكرام، مرحبا بكم مجددا مع سماحة الشيخ محمد باقر الشيخ لنناقش دور المرجعية الدينية وأهميتها. نكون الآن مع المحور الثاني بعنوان المرجعية ومصطلح الأعلمية. سماحة الشيخ، ما هي صفة الأعلمية في المرجعية الدينية وما ضرورة البحث عنها عند التقليد؟ إذا رجعنا إلى ما ذكرناه سابقا من أن ضرورة المرجعية تكمن في أنها هي الواسطة التي توصلنا إلى الأحكام الشرعية، فهنا نرجع إلى المرتكز العقلائي في مثل هذه الأمور. المرتكز العقلائي قائم على أنه إذا أردنا أن نتوصل إلى أمر فيه خطورة شيئا ما، فهنا نبحث عن الأقرب إلى الواقع. بعبارة أخرى، نبحث عما يصح أن نعتذر به. يعني إذا رحت في يوم القيامة مثلا وسألني الله سبحانه وتعالى لماذا فعلت هذا الفعل، سأقول له لأنني قلدت فلانا وفلان يقول بجواز هذا الشيء مثلا، لن ينقطع السؤال. هناك سؤال آخر، لماذا قلدت فلانا؟ هنا لابد أن يكون لدي سؤال لو عرض على العقلاء، لو عرض على الشارع، لأمكن أن نعتذر به. هذا المصحح للاعتذار ما هو؟ المصحح للاعتذار أن يبحث المكلف عمن يطمئن بأنه إذا رجع إليه فإن ذمته من التكليف ستكون فارغة. لذلك نرى بأن كل الفقهاء من دون استثناء يذكرون بأن الأحوط والأفضل تقليد الأعلم، حتى من يقول بأنه لا يجب تقليد الأعلام، لكن مع ذلك يتفق الجميع على أن أحوط الطرق وأفضل الطرق هي الرجوع إلى الأعلم. النكتة الأساسية في ذلك هي سيرة العقلاء وارتكاز العقلاء على أنهم يبحثون عن عذر يكون التبرير به تبريرا مقبولا. التبرير المقبول في مثل هذه الحالات أن يقول أنا بحثت عن الأعلم ووصلت إلى أن فلانا هو الأعلم فلذلك قلدته، فهنا تبرأ ذمته. بخلاف ما إذا مثلا قال بأنني لم أبحث عن الأعلم، بحثت عن أي اسم من هذه الأسماء وقلدته، فهنا عندما يقول بوجوب تقليد الأعلام ستكون ذمة المكلف في هذه الصورة ليست فارغة. فإذا المدار في الرجوع إلى الأعلمية وضرورة الأعلمية هي أن المكلف يسعى بكل وسعه إلى أن يفرغ ذمته من التكاليف التي توجهت إليه. سماحة الشيخ، ما هي الملكات العلمية التي تحدد الأعلمية لمرجعية دون أخرى؟ يعني فلان المرجع أعلم من فلان، ما هي الملكات العلمية التي يجب توافرها في هذا المرجع لتكون أعلم من أعلم من المرجع الأخرى وتكون مجزية من ناحية التقليد؟ ذكرنا أن هناك ثلاث أمور أساسية يقوم بها الفقيه
الأمر الأول هو إثبات صدور الروايات، إثبات ظهور الروايات، إثبات جهة الصدور. فالعلوم التي تكون دخيلة في هذه المحاور الثلاثة هي التي على أساسها يحدد من هو الأعلم. ولكي يكون الجواب أكثر تفصيلا أقرأ ما ذكره السيد السيستاني حفظه الله في ملاك الأعلمية. يقول حفظه الله: عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية أمور ثلاثة. الأمر الأول العلم بطرق إثبات صدور الرواية، وهذا قد يقال بأنه أمر سهل، الواحد يدرس علم الرجال مثلا ويأتي ويطبق، ليس بهذه السهولة. يقول: والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ومعرفة النسخ المختلفة. كتاب واحد لكن هذا الكتاب مثلا فيه هذه الكلمة بحرف الفاء، كتاب آخر نفسه نسخة أخرى لا توجد فيه حرف الفاء، على أساسها تختلف يعني معرفة الأحكام. تفصيلية دقيقة. معرفة تفصيلية نعم، ومعرفة النسخ المختلفة وتمييز الأصح عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك. وهذا أيضا يصلح كإجابة لما طرحتموه من سؤال سابق، وهو أنه مجرد الواحد يكون عربي يستطيع أن يفهم هذا الكلام، لكن يستطيع أن يميز أم لا، هنا بحاجة إلى تخصص. الثاني فهم المراد من النص. ما هو المراد من النص؟ بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، هناك قوانين عامة وهذا اللي قلنا يستطيع أي عربي أن يتفهمها، بل أي متكلم بأي لغة هناك قوانين عامة. يضيف السيد حفظه الله: وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، لديهم طريقة خاصة. وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك. الثالث استقامة النظر، يعني إذا حصلت عند القواعد تأتي مرحلة التطبيق، استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول. الأمور الأساسية التي على أساسها تتحدد الأعلمية وتكون معيارا للأعلم من غيره هي هذه الأمور أو الجهات الثلاث التي ذكرها السيد حفظه الله. هناك اختلاف في منهج الفقهاء، هناك منهج فلسفي مثلا وهناك منهج عرفي، كيف يعقل مع اختلاف هذه المناهج تحديد الأعلم من غير الأعلم؟ طبعا هذه المناهج موجودة عند الفقهاء، وهناك اختلاف في المشارب الفقهية والمشارب الأصولية، لكن توجد نقطة مهمة وهي أن لكل علم مصادر معينة. علم الرياضيات ليس من مصادره القرآن ولا السنة، يعني إذا منجاوب على مسألة رياضية لا نستطيع أن نجيب بالقرآن والسنة. علم الفيزياء ليس من مصادره القرآن والسنة وليس من مصادره الإجماع مثلا. هناك مصادر معينة يتفق عليها جميع الفقهاء، مصادر تعين الفقيه على الرجوع إلى الأحكام الشرعية، وهي القرآن الكريم والسنة من جهة القول والفعل والتقرير، والعقل والإجماع إذا كان كاشفا عن السنة. هذه المصادر هي التي يتفق عليها الفقهاء، فإذا كانت مشاربهم مختلفة لكنها كلها تصب في ماذا؟ في الكشف عن هذه المصادر، فتكون المقايسة من هذه الجهة، أي المشارب أو الاتجاهات الفقهية يستطيع الوصول إلى هذه المصادر أكثر؟ هل المنهج العرفي يستطيع الوصول إلى هذه المصادر بشكل أوضح؟ أم المنهج الفلسفي؟ أم المنهج الذي يجمع بين العرف وبين الدقة؟ هذه العوامل يكون الكشف عنها بماذا؟ بأنها هل تكون أقرب للوصول إلى هذه المصادر أم لا؟ فمع اختلاف الفقهاء في طريقة تعاملهم
إلا أنه يبقى هناك طريق واضح للتمييز في الأعلمية بينهم، وهو ما هو مقدار الآليات التي لدى الفقيه التي يمتلكها الفقيه وتمكنه من الوصول إلى هذه المصادر والقدرة على استنباط الحكم الشرعي منها. من الناحية العملية سماحة الشيخ، هل عمليا يعني لا يوجد إشكال في الوصول إلى الأعلمية من خلال أن قد يكون المرجع لديه طلاب أقوياء، لديه علاقات عامة قوية، لديه انتشار أقوى، فبالتالي يكون هو بين الناس هو الأعلم لأنه الأكثر انتشارا؟ هذا السؤال يعني سأنظر مثلا الآن بفرق الرياضة. فرق الرياضة هناك وضوح عند كثير من الشباب بأن هذا الفريق أقوى من هذا الفريق، على أي أساس يحددون؟ وهناك اختلاف أيضا، اختلاف بأنه هذا الفريق أقوى أم هذا الفريق. توجد عناصر يدركها صاحب الخبرة، توجد عناصر، قد يكون الفريق هو المهزوم لكن مع ذلك يقول صاحب الخبرة بأن هذا الفريق هو الذي لعب بشكل أفضل. على أساس هذه العناصر التي يمتلكها الفريق مثلا أو يمتلكها شخصية المرجع، هذه العناصر التي يستطيع أن يحددها صاحب الخبرة يستطيع من خلالها تحديد الأعلمية. فإذا صحيح توجد صعوبة في تحديد الأعلمية، ولكن يوجد طريق عقلائي للوصول إلى من هو الأعلم، وهو السؤال من أصحاب الخبرة الذين اطلعوا على مجموعة من الفقهاء، عرفوا العناصر التي يشتركون فيها في الوصول إلى الحكم الشرعي، وعرفوا من هو الأكثر قدرة على يعني تحويل هذه الآليات، آليات الوصول إلى الحكم الشرعي، وتطبيقها في الوصول إلى حكم شرعي سليم. فأنا أسلم بأنه توجد صعوبة، ولكن يوجد طريق للوصول إلى حل هذه الصعوبة أيضا. سماحة الشيخ، المشاهدون الكرام، نكون الآن مع استطلاع للآراء قبل أن نعود معكم للمحور الثالث. أفاد استطلاع الرأي عبر حساب مأتم المرخي في الإنستغرام أن 82% يعتقدون بأن هناك ضرورة ملحة لوجود مرجعية دينية في الوقت الحالي نتيجة التطور الإنساني. كما وأفاد الاستطلاع أن 31% من المشاركين ليسوا على اطلاع على جهد المرجعية في بناء المؤسسات الاجتماعية، بينما يعتقد 82% بأن أدوار المرجعية الدينية بارزة على المستوى الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا. نكون الآن مع المحور الثالث، وقبل الشروع في أسئلة المحور الثالث، سماحة الشيخ، تعليقك على آراء القراء والمشاهدين في الاستطلاع وعلى إجاباتهم على الأسئلة. طبعا الاستطلاع والإحصائيات يعني تحتاج أن نطلع على من هي الفئة التي قامت بالاستطلاع، ولكن في حدود هذا الاستطلاع يعني بما ظهر نكتشف أننا لازلنا بحاجة إلى توعية أكثر، نحتاج إلى توعية أكثر في ما هو دور المرجع بالتحديد، وما الذي تقوم به المرجعية، وما هو تاريخ المرجعية. هذه تحتاج إلى ثقافة أكبر وتوسيع في الطرح في هذا المجال، لكي تكون الرؤية نحو المرجعية رؤية أوضح مما هو عليه الآن. سماحة الشيخ، ما تعتقد أن بعض نتائج الاستطلاع ناتجة عن القصور في استخدام ليس المرجعية ولكن المحيط المرجعي لوسائل الإعلام بصورة صحيحة، بالذات في ظل التطور الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا أمر صحيح جدا، يعني وسائل الإعلام التي تظهر بها إنجازات المرجعية أو تظهر إنجازات المرجعية لا زالت إذا قايسناها بوسائل الإعلام التي تحطم
انجهازات المرجعية لا زالت تحتاج إلى تطور كبير لكي تواجه ما يقابلها من آليات إعلامية. سماحة الشيخ، نكون الآن في المحور الثالث، وهو سيكون بعنوان مشاهدين الكرام، سيكون العنوان للمحور الثالث هو إثارات للتشكيك في مقام المرجعية. سماحة الشيخ، السؤال الأول في هذا المحور وهو المحور الأخير، هناك أصوات للأسف الشديد من داخل المجتمع الشيعي أثارت مصطلحات مثل المرجعية الصامتة أو مراجع الحيض والنفاس للتقليل من شأن المرجعية. كيف نواجه مثل هذه الدعوات، وما هي الردود التي قد تكون تحصن الناس في قبال هذه المرجعيات وهذه الدعوات؟ هنا لعله يكمن كثير من القصور في فهم دور المرجعية، يعني من خلال هذه المصطلحات وتكرار هذه المصطلحات نستطيع أن نستكشف أن هناك قصورا في فهم دور المرجعية، وأن هناك قصورا في فهم عملية استنباط الحكم الشرعي. لاحظوا، الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة، هذا أولا، وثانيا نحن أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام نعتقد بتجدد المرجعية، نعتقد بعدم سد بابل الاجتهاد. مع هذين الأمرين، الآن مثلا ذهبنا مع هذه الدعوة وهي دعوة أن هناك فقهاء يهتمون بأبواب الدماء مثلا، لا بد من وجود فقهاء يهتمون بهذا الباب، لأن الشريعة لا زالت موجودة ولا زال هناك مكلفات بحاجة إلى معرفة رأي فقيههم في هذه المسألة، فالفقيه يضطر إلى أن يبحث هذه المسائل. يعني لا معنى لأن نقول للفقيه توقف عن البحث في هذه المسائل إلا إذا لم يكن هناك مكلفات أصلا، فنقول له كفى البحث مثلا، أو نقول له بأنه الباب في هذه المسائل باب الاجتهاد قد أغلق، اذهب وابحث لك عن مسائل أخرى. ما دمنا نعتقد بوجود الشريعة وتكامل الشريعة فيما بينها ونعتقد بفتح باب الاجتهاد، فلا بد للفقيه أن يبحث مثل هذه المسائل لكي يبدي رأيه ويبدي نظره بالنسبة إلى من يرجع إليه في هذه المسائل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أبواب الفقه أبواب مترابطة. إذا تذكرون العبارة التي قرأناها من كلام السيد السيستاني حفظه الله، أن هناك طريقة خاصة في بيان الأحكام عند المعصومين، فقد يكون الحكم واردا كرواية في باب الطهارة، إلا أن هناك رواية أخرى تقيده في باب الحج مثلا، هناك رواية تفسره في باب الإرث. كمسألة بسيطة الآن، مسألة الضمان والتأمين، على أي أساس أنا أدعم مثلا بسيارتي وغيره لا يدفع التأمين؟ الواجب علي أنا أن أدفع. مما يستدل به الفقهاء على صحة هذه العملية مسألة في باب الإرث، مسألة في باب الإرث، لكن يستفيدون منها في هذه المسائل. إذن هناك ترابط بين أبواب الفقه، وهذا لا يدركه إلا من اطلع على عملية الاستنباط عند الفقهاء وأدرك حجم المسؤولية الكبيرة التي تجعلهم يربطون بين رواية واردة في باب الطهارة مع رواية ترد مثلا في باب الديات أو في آخر أبواب الفقه. فهذا هناك، يعني هذا السؤال كاشف عن قصور في فهم عملية الاستنباط الصحيحة. سماحة الشيخ، هنا قد يكون من يطرح هذا الإشكال قد يطرحه من جانب آخر، يقول نعم مترابط ويجب أن 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 يستنبط أحكام فقه الدماء وغيرها، ولكن ليس للمرجعية دور على أرض الواقع فيقتصر دورها على هذا الموضوع. يعني هناك قد من يطرح هذا الإشكال قد يطرح هذا السؤال. يعني أجاب سماحة السيد الأستاذ سيد محي الدين حفظه الله على أن المرجعية لا تقتصر أدوارها في هذا الجانب،
هناك أدوار تقوم بها المرجعية بجانب هذا الدور الكبير وهو استنباط الأحكام الشرعية لا يمكن أن تقوم بها حتى بعض الدول. فإذا لابد من موازنة. إذا أريد من خلال هذا الطرح أن يقتصر دور المرجع على جهة معينة بأن يتخلى عن دوره الأساسي وهو استنباط الأحكام الشرعية ويعكف على تأسيس المؤسسات، فهذا طرح خاطئ. نعم، المرجع بما له من قدرات وبما له من ملكات يستطيع أن يكافئ بين هذه الأعمال بقدر وسعه. هناك سماحة الشيخ مصطلح يطلق باسم الكهنوت الشيعي، ويقصد به احتكار المرجعية لمصادر المعرفة وانقياد الناس لها، فما هي حقيقة هذا المصطلح وما هي آثاره؟ طبعا هذا المصطلح مأخوذ من كلمة كاهن، الكهنوت مأخوذ من كلمة كاهن، لأنه كان في فترة من الفترات الكاهن هو الذي يسيطر على تفكير أتباعه. وهذا المصطلح يعني من الإجحاف جدا أن يطلق على المرجعيات الدينية الشيعية، لأن من الواضح عند أي مخلص في قراءته لأدوار المرجعية ومنصف في قراءته لأدوار المرجعية، والشواهد الآن مثلا في هذا الوباء شواهد كثيرة على أن المرجعية كيف تعاونت مع الجهات المختصة وهي الجهات الصحية مثلا في تنظيم عملية الإحياء، كيف أبرزت المرجعية الدور الأساسي للمختصين الآخرين في عمليات معالجة هذا الوباء أو غيرها من أمور أيضا. فإذا هناك دور للمرجعية وهو دور تعريف الناس بأحكام الدين، تعريف الناس بالنظام الذي يريده الدين. فإذا كان هذا الدور يحتم عليها أن تذكر رأيها في هذا الموقف بينته، إذا لم يكن للإسلام موقف في هذه الجهة بمعنى أنه لم يكن من مختصات المرجع، وإلا فالإسلام في كل حادثة له حكم خاص وله موقف خاص، لكن بعض الأدوار يقوم بها المرجع وبعض الأدوار يقوم بها غير المرجع، فإذا المرجعية لا تحتكر أي مصدر من مصادر المعرفة. وعملية الاجتهاد وعملية الأخذ والعطاء بين الفقهاء وبين المجتهدين لا زالت قائمة، ولا زال الباب مفتوحا لمن يملك هذه الأدوات في المناقشة وفي الوصول إلى هذه الأحكام. سماحة الشيخ، أيضا لدينا بعض الجماعات والاعتقادات تحاول مجابهة قوة المرجعية وقدسيتها في نفوس الناس والمؤمنين كمدعي البابية والسفارة، فأين تكمن خطورة هذه الجماعات؟ هنا لابد أولا أن نتعرف على ما هو معنى مدعي السفارة، مدعي البابية. في عقيدتنا أن السفارة بين الإمام وبين الناس انقطعت في عصر الغيبة الكبرى، بمعنى لا يوجد أحد يلتقي بالإمام ويأخذ من الإمام أحكاما ويبلغها إلى الناس. هذا معنى السفارة. معنى السفارة أن هناك شخصا يلتقي بالإمام يأخذ منه الأحكام ويبينها إلى الناس. هذا المعنى إذا لاحظنا فإنه معنى مباين للمرجعية. أول أمر يطلبه مدعي هذا المقام أن المرجعية تنحاز وتبتعد، لأنه هو الذي يكون وسيطا بين الناس وبين الإمام، لكي يكون له الدور في الساحة، لكي تكون له الدور بأكمله، يكون الدور بأكمله له، فيحتاج إلى إقصاء وإبعاد المرجعية. هذا هو خطورة مدعي السفارة بأنهم يدعون أنهم الواسطة بيننا وبين الإمام. دور المرجعية هي الحفاظ على هذه العقيدة التي هي من ضروريات المذهب، انقطاع السفارة بيننا وبين الإمام عليه السلام بهذا المعنى. دور المرجعية أن يكشف لنا عن خطأ
آليات التفكير لدى مدعي البابية ومدعي السفارة. الذي يمكن أن يكشف دعاوى والادعاءات ويكشف ضعف أدلة هؤلاء المدعين هم المرجعيات الدينية. ولذلك أول ما يبتدئ مدعو السفارة يبتدئون بضرب المرجعية، ويستبدلون هذا الطريق الذي ذكرناه في الوصول إلى الأحكام الشرعية بطرق غير عقلائية كطرق الأحلام مثلا. أكثر ما يركن إليه أصحاب هذه الدعاوى في الوصول إلى الأحكام الشرعية هو الركون إلى الأحلام. ومع الأسف يعني أن من يركن إلى الأحلام في مثل هذه الأمور الخطيرة وهي الأمور الشرعية يلبس بعد ذلك لباس التجديد، يلبس بعد ذلك لباس استئناف الحياة. كيف يمكن أن يجدد من يركن إلى أحلام؟ أصلا كيف يمكن لعاقل أن يذهب وراء من يركن في أحكامه إلى أحلام؟ الآن كمثال بسيط، لو دكتور مثلا طلع إلينا وقال بأنني رأيت في المنام شخصا بهيئة عالم فلاني مثلا، وقال لي بأن علاج هذا الوباء في هذا المشروب مثلا، هل يصدقه العقلاء؟ هل يركن إليه العقلاء؟ هذا على مستوى أمر دنيوي كعلاج وما شابه ذلك. فكيف كأمر عقيدي نحتاج أن نرتبط من خلاله مع الإمام يقوم على دعوى الأحلام؟ في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام إن دين الله أعز من أن يرى في المنام أو من أن يعرف بالمنامات. فهؤلاء مدعو هذه الدعاوى أول ما يواجهون المرجعية، لأنها هي التي تكشف عن زيفهم، هي التي تكشف عن ضلالهم، فلذلك يواجهونها ويريدون أن يستبدلونها بمشاريعهم التي تسمى في الظاهر بتجديد وباستئناف الحياة، ولكنها باطنها أحلام ورؤى وأساطير لا قيمة علمية لها. سماحة الشيخ، الأعزاء المشاهدين، سماحة الشيخ، نكون مع جزيل الشكر لكم، نكون في ختام برنامج هذا اليوم. وورد عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، ويمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته. أحبتي المشاهدين، فلنقدر نعمة المرجعية، والمرجعية الدينية ظلت على طوال التاريخ وفي المفاصل التاريخية حصن الأمة والمذهب. في أمان الله.